أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. صدق الله العظيم. الجمع الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، نحييكم من رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، حيث نبدأ بمشيئة الله وعلى بركة الله وفي عهد فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبرعاية كريمة من رائد تجديد الخطاب الديني بمصرنا الحبيبة معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، نبدأ هذا الأسبوع الثقافي. ووزارة الأوقاف قد خصصت أسبوعاً ثقافياً للمساجد الكبرى بجمهورية مصر العربية، وذلك لأنها تعنى بالثقافة والفكر. وحقيقة إن الاهتمام بالثقافة والفكر لدليل على تقدم الأمم ودليل على حضارتها. ووزارة الأوقاف المصرية بعلمائها وبمفكريها وبرائدها معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة تعنى عناية فائقة بالفكر والثقافة من عدة نواحي واتجاهات. عناية ثقافية من الناحية المسموعة، من الناحية المرئية، من الناحية المكتوبة والمطبوعة، وذلك أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم يثري المجتمع والفكر والثقافة في بلادنا الحبيبة مصر. بمشيئة الله تعالى يحاضر في هذا اللقاء الطيب المبارك، وهو أول لقاء في الأسبوع الثقافي بمسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه، فضيلة العالم العلامة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله النجار، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. ويحاضر أيضا معنا اليوم علم من أعلام وزارة الأوقاف فضيلة الدكتور أيمن أبو عمر وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة. أحباب المصطفى صلى الله عليه وسلم، يحضر معنا هذا اللقاء كوكبة من علماء مصر ومن قادة وزارة الأوقاف، يتقدمهم فضيلة الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف نائباً عن معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة. أيضاً يحضر معنا هذا اللقاء فضيلة الدكتور خالد صلاح وكيل وزارة الأوقاف مدير مديرية أوقاف القاهرة، فضيلة الشيخ السيد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية لشؤون القرآن والمساجد، فضيلة الدكتور محمود خليل وكيل المديرية، فضيلة الدكتور أحمد قعود مدير عام إدارة وسط. كما يحضر معنا هذا اللقاء لفيف من السادة العلماء الأفاضل، ولفيف من جمهور ومحبي العلم والعلماء وآل البيت رضوان الله عليهم. الجمع الحضور، يحضر معنا هذا اللقاء علم من أعلام الإعلام المصري الديني سعادة الأستاذ عبد العزيز عمران
رئيس الإدارة المركزية للشؤون الدينية بالتلفزيون المصري سابقاً، ومستشار الإعلام بالهيئة الوطنية للإعلام. دائماً ما نبدأ اللقاء بأطيب الكلم وبأحلى الذكر بالقرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا قارئنا اليوم فضيلة القارئ الشيخ عزة راشد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل
والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. والله بصير بما تعملون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم، ونحن على ذلك من الشاهدين. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ عزت راشد، وقد كانت خير بداية لهذا اللقاء الثقافي الذي نبدأ به هذا المولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، والذي تنظمه وزارة الأوقاف ضمن خطتها لإثراء الحياة الثقافية في بلادنا الحبيبة مصر. أيها الإخوة المؤمنون، إن سلوك الإنسان وأخلاقه وتصرفاته في الحياة مظهر من مظاهر عقيدته في حياته الواقعية وممارساته اليومية، فإن صلحت العقيدة الإيمانية صلح السلوك واستقام، وإذا فسدت فسد وعوج. ومن ثم كانت عقيدة التوحيد والإيمان بالله سبحانه وتعالى ضرورة لا يستغني عنها الإنسان ليستكمل شخصيته ويحقق إنسانيته. وقد كانت الدعوة إلى عقيدة التوحيد أول شيء قام به حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم لتكون حجر الزاوية في بناء الأمة المسلمة. فثمرة كلمة التوحيد أيها الإخوة المؤمنون كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثمرة طيبة تؤتي أكلها في كل حين بإذن ربها. الآن نستمع إلى فضيلة العالم العلامة الأستاذ الدكتور عبد الله النجار، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والذي يحدثنا حول الفكر والإيمان وأثر الإيمان في السلوك، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإنها لسنة حميدة تلك التي سنتها وتسنها وزارة الأوقاف، وذلك من خلال هذا المنهج الجديد الذي لم يكن معهودا من قبل، وهو الالتفات
إلى منابع الدعوة الصحيحة وإلى إفراغ الحياة الفكرية للناس بالمفاهيم الدينية الواضحة والمحددة والمستقيمة على منهاج الله تبارك وتعالى وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وبعيداً عن اتباع الأهواء وتضارب الأغراض والمقاصد. نعم، هي سنة حميدة لوزارة الأوقاف، استنها معالي الوزير العالم المجدد الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، وذلك بأن ارتقى بالدعوة الإسلامية من مجال تذكير الناس بما نسوه من أمر ربهم وهي السنة التي صارت عليها الدعوة الإسلامية قروناً طويلة، أن تتم من خلال التذكير بالأمر الواقع، ولكنه تجاوز هذا الأمر ليجعل من مضمون الدعوة الإسلامية والرسالة التي يوصلها علماء الأوقاف إلى الناس هي ذلك التجديد الذي يجب أن يكون في مجال الدعوة الإسلامية حتى يكون الخطاب الإسلامي حاضراً، وحتى تكون الدعوة إلى الله عز وجل عن بصيرة وعن إلمام وعن معايشة للواقع. وأنا أعتقد أن ذلك يمثل نصراً كبيراً للدعوة الإسلامية وللإسلام، وهو نصر غير مسبوق. أدعو الله عز وجل أن يجزي معالي الوزير عنه خيراً، وأن يجزي هذه الكتيبة من العلماء النابهين الذين يلتفون حوله لنشر هذا الفكر التنويري المتقدم والذي يوافق منهج الله عز وجل ويوافق دين الله تبارك وتعالى فيما يجب عليه، فيما يجب أن يكون عليه سلوك الناس في حاضر أيامهم وفي مستقبل زمانهم. وأدعو الله عز وجل أن يكتب لنا التوفيق والسداد وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، حتى تصل كلمتنا إلى قلوب الناس، وحتى تكون هذه الدعوة الإسلامية النيرة وسيلة لارتقاء السلوك وتهذيب الأخلاق وإرساء مبادئ الحق والعدل والأدب في سلوك الناس وتصرفاتهم. والموضوع الذي نتحدث عنه في هذه الليلة موضوع في غاية الأهمية، لأنه يربط بين الإيمان وبين سلوك الناس. والله عز وجل ما أنزل دينه وما كلف الناس بالإيمان وما أمرهم بالإسلام إلا لكي يرتقي سلوكهم، فإن الدعوة إذا تجردت عن السلوك تكون مجرد دعوة نظرية لا معنى لها، وإلا فما قيمة خطاب أو دعوة لا تؤثر في سلوك الناس. ولذلك كان الإيمان نعمة من أجل نعم الله على الإنسان. لو أدرك الناس مدى حقيقة الإيمان بالله عز وجل لحمد كل واحد ربه تبارك وتعالى حمد الشاكرين على أن هداه لهذه النعمة العظيمة، نعمة الإيمان بالله تبارك وتعالى. الإيمان بالله عز وجل يصوب في الإنسان فطرته، لأن الله عز وجل فطر الإنسان على الإيمان به، فقال عز من قائل: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. فدين الله عز وجل فطرة مستكنة في نفوس الناس، وهذه الفطرة شأنها كشأن أي فطرة كامنة في الإنسان تحتاج إلى رعاية. وإذا لم تجد فطرة الإيمان في الإنسان الرعاية التي تترعاها بالتقويم والتهذيب والترشيد والتطبيق، فإنها يمكن أن تنحرف إلى طريق يضاد ما يريده الله تبارك وتعالى. فطرة الإيمان إذا لم تجد الرعاية الصحيحة فإنها يمكن أن تنحرف بصاحبها لتسير في عكس طريق الله عز وجل. ونحن نرى الآن ونعاني من هؤلاء الذين انحرفت فطرتهم الإيمانية، ف
فحولوا دين الله إلى عكس ما يريده الله عز وجل، وما ذلك إلا لأنهم لم يرتادوا الطريق الصحيح، ولم يعلموا حقيقة الإيمان، ولم يجدوا من يوجههم إلى الإيمان الصحيح. الفطرة تحتاج إلى رعاية وتحتاج إلى عناية، ولذلك كان من خصائص دين الله عز وجل أنه حين أنزل دينه وبعث به خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم أن يكمل هذا الدين ويزينه ويتمه، بيّن الأركان التي يستقيم بها السلوك وتستقر بها العقيدة. وذلك حين جاءه سيدنا جبريل وسأله عن الإيمان، فقال له: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. ثم بعد أن بيّن له الإيمان الذي يربط الإنسان بالله عز وجل، انطلق من الإيمان وهو العقيدة الراكزة في القلب والتي تأتلف من هذه الأمور: إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبقدر الله خيره وشره، حلوه ومره. انتقل بعد ذلك إلى الإسلام الذي هو تنظيم للسلوك وممارسة للحقوق، سواء كانت هذه الحقوق تتعلق بجلال الله عز وجل أو تتعلق بحقوق العباد. وما من أمر يتعلق بحق من حقوق الناس أو من حقوق الله عز وجل إلا ورعاه الإسلام وقدره وحدده وأمر الناس بالوفاء به، عملا بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وبقوله عز من قائل: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيده. ميزة الإيمان، أنا لا أريد أن أطيل، ميزة الإيمان بيأتي في أنه الناس في طلب الحقوق يتصارعون، كل إنسان يريد أن يسعى من أجل مصلحة، والناس في سعيهم لتحقيق مصالحهم الخاصة والبحث عن حقوقهم التي يطلبونها ربما تتصادم هذه الرغبات مع حقوق الآخرين، وكل إنسان يرى أن حقه متميز عن الآخر، فأنا أرى حقي أكبر من حقك وأنت ترى حقك أكبر من حقي. وما لم يوجد هناك صوت وصفي معتدل ينطق بنور الله عز وجل وينزل من السماء ويقول: هذا حق وهذا باطل، هذا صاحب حق وهذا ليس صاحب حق، سيؤدي ذلك إلى اضطراب الناس وإلى تصادمهم في الحصول على الحقوق. ولذلك كان الإيمان هو المدخل لاستقرار المجتمع ولتهدئة النفوس ولوحدة الصف وللتلاقي على كلمة الله عز وجل وعلى الوحدة التي تدفع الناس إلى العمل، بدل أن يتفرغوا للصراع وإلى النزاع وإلى التقاتل، ظنا منهم أن كل واحد منهم بهذا التقاتل وبهذا التصادم ينتصر لحقه. هنا يجيء قول الله تبارك وتعالى يقول: لا، هذا حقك وهذا ليس من حقك، فيحدد الحقوق والواجبات وبالتالي يستتب المجتمع من هذا الأمر. هناك أمر يجب أن نلحظه، أن الله تبارك وتعالى حين يقول إن هذا صاحب حق وهذا ليس صاحب حق، هذا صوت عادل عدولا يلمس الناس كل ذرة فيه، يلمس الناس العدل في كل ذرة فيه، لأن الله عز وجل غني عن العالمين. الله حين يقول هذا حلال وهذا حرام، هذا حق وهذا باطل، لا يقول ذلك عن هوى أو مصلحة، لأن الله غني عن العالمين وعن مصالح العالمين. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. والغني الحميد حين يقرر عن حياد وعن نزاهة وعن تجرد وعن موضوعية، فإذا قال إن هذا حق وهذا باطل فيجب على الناس أن يتبعوا ذلك، لأن الذي يقرر ذلك ليس صاحب هوى وليس صاحب مصلحة، هو يقرر الحق لأنه حق ويبطل الباطل لأنه باطل. ولذلك كان ربط الإيمان وربط الإسلام بالسلوك أمر في غاية الأهمية، وهما لا ينفصلان أبدا. إن إيمانا بلا سلوك هو إيمان ناقص، وإسلام بلا سلوك هو إسلام ناقص. لا قيمة لفكرة أو مبدأ إذا لم يجد أثره في السلوك،
سلوك الناس هو الأهم. إن علاقة الإيمان هي علاقة خاصة بينك وبين الله عز وجل، سيحاسبك عليها، ولكنني كبشر أنا بحاجة إلى ثمار هذا الإيمان. لا تؤمن بالله ثم تظلمني في ثمار هذا الإيمان الذي تؤمن به، بل عليك أن تكون منقادا لله عز وجل. وربنا لما بيقول لك ده حلال وده حرام، هذا حق لا يعتريه الباطل من أي وجه، هذا حق لا يعتريه الباطل من أي وجه، لأن الذي يقرر ذلك هو الله الحكم العدل الذي لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين، ولا يريد من عباده شيئا إلا الخير لهم في الدنيا والآخرة. فعلينا أن نراعي هذا المعنى، أن نعدد صلتنا بالله عز وجل، أن نقوي إيماننا بالله عز وجل، وأن نقدر إسلامنا الذي شرعه الله لنا وجعله طريقا لسلامتنا في الدنيا والآخرة. ثم بعد ذلك يجب أن نترجم هذه المبادئ، أن نترجم مبادئ الإيمان وأن نترجم مبادئ الإسلام وأحكامه وأركانه إلى سلوك. يجب أن يظهر أثر الإيمان والإسلام في سلوك الناس، وأنت تستطيع أن تختبر قوة إيمانك وتستطيع أن تختبر صحة إسلامك إذا وجدت تطبيقا صحيحا لهذا الدين، لهذا الإيمان ولهذا الإسلام، فاعلم أنك على حق. وإذا لم تجد موافقة بين سلوكك وبين إيمانك بالله واتباعك لهدي محمد صلى الله عليه وسلم، فاعلم أنك على الباطل. إن الله تبارك وتعالى لا يريد منا أقوالا لا تصدقها الأعمال. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من قول لا يصدقه عمل، والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. علينا أن نراعي ذلك، الربط بين العقيدة والعمل، الربط بين العقيدة والعمل. وأدعو الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى الفهم الصحيح لديننا، وأن يقوينا على أن نترجم مبادئ الإيمان ومبادئ الإحسان إلى منهج السلوك يجمعنا ولا يفرق بيننا ويوحدنا على الطريق الصحيح، من أجل خدمة ديننا ومن أجل خدمة وطننا ومن أجل خدمة الإنسانية كلها. والله هو الموفق والمبين. الأستاذ الدكتور عبد الله النجار، الأستاذ في جامعة الأزهر الشريف وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، على حديثه هذا الطيب. أيها الإخوة الكرام، ما زلنا وإياكم هنا في رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، حيث اللقاء الثقافي، بداية الأسبوع الثقافي بمسجد مولانا الإمام الحسين، والذي تنظمه وزارة الأوقاف ضمن الأسابيع التي تلتقي وإياكم من خلالها في المساجد الكبرى بجمهورية مصر العربية، اهتماماً من وزارة الأوقاف بنشر الثقافة والفكر الوسطي في بلادنا الحبيبة مصر، حفظها الله بحفظه وأمنها بأمنه ونصرها بنصره ورزقها برزقه. أيها الجمع الحضور، إذا سيطرت عقيدة التوحيد على النفس الإنسانية أثمرت الفضائل الإنسانية العليا، فتسمو النفس عن الماديات الوضعية وتتجه دائما نحو الخير والنبل والنزاهة والشرف، ويتخلق صاحبها بالشجاعة والكرم والسماحة والطمأنينة والإيثار والتضحية. مستمعينا الكرام، الآن مع علم من أعلام وزارة الأوقاف ومفكريها وقادتها، مع فضيلة الدكتور أيمن أبو عمر وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة، والذي يحدثنا أيضا تحت عنوان وضمن هذا الموضوع الذي بدأت به وزارة الأوقاف موسمها الثقافي بمسجد مولانا الإمام الحسين، حول الإيمان وأثره في السلوك. وهذا الموضوع كما استمعنا من فضيلة العالم العلامة الأستاذ الدكتور عبد الله النجار
موضوع مهم جدا. لنستمع الآن إلى علم من أعلام وزارة الأوقاف، فليتفضل فضيلة الدكتور أيمن أبو عمر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، ففي هذا الرحاب المبارك الطيب وفي هذه الأيام الطيبة العطرة من شهر من الشهور المحرمة، نلتقي بحضراتكم في أولى لقاءات الأسبوع الثقافي الأول الذي تعقده وزارة الأوقاف بالمساجد الكبرى، استمراراً من الوزارة في أنشطتها الصيفية المتعددة والمتنوعة، ما بين أنشطة تعنى بالأطفال كالنشاط الصيفي، وأنشطة تعنى بكتاب الله عز وجل كالمقارئ التي تعقد في كثير من المساجد، ما بين مقارئ للجمهور ومقارئ لشيوخ المقارئ المتخصصين، ومجالس الإفتاء التي تسعدون فيها بكل أسبوع في هذا المسجد المبارك في يوم السبت مع أستاذنا وشيخنا فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله النجار في هذا المكان المبارك من كل أسبوع، وغيرها من الأنشطة. أنا حقيقة أسعد اليوم بأنني أجلس بجوار أستاذي وشيخي فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله النجار، والذي أفاض علينا من علمه وربطه الماتع ما بين حقيقة الإيمان وما بين تطبيقه كسلوك عملي يعيشه المسلم في حياته، وهذا هو أساس هذا اللقاء. ويزيدني شرفا أن يكون هذا اللقاء برعاية كريمة من معالي وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، والذي لا يلو جهدا في تطبيق هذه البرامج ورعايتها ومتابعة كل صغيرة وكبيرة فيها، وتزداد سعادتي سعادة بوجود زملاء الأفاضل وحضراتكم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا في هذا المجلس بركة مجالس العلم، فتحفنا الملائكة وتغشانا الرحمة، ويذكرنا الله عز وجل في من عنده. ويقال لنا في ختام هذا المجلس المبارك: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. أما عن الإيمان، فالإيمان قول وعمل وتصديق، قول باللسان يعلن عنه العبد بتوحيده لله عز وجل وإقراره بنبوة رسوله صلى الله عليه وسلم في قوله: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله. وتصديق بالقلب، لأنه لو لم يكن قلب المؤمن على يقين بذلك لم يقبل منه قوله، فالقول بدون نية وبدون تصديق هباء. ثم يأتي العمل ليصدق ما نطق به اللسان وانعقدت عليه نية المؤمن في قلبه، فالعمل هو الذي يصدق هذا الادعاء. لذا قال أهل العلم: الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان يعني بالقلب وعمل بالجوارح والأركان، هذا كله مسمى الإيمان، تؤمن وتقر وتعمل. وإن لم يظهر أثر ذلك على سلوك الإنسان فليراجع نفسه في إيمانه، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم
حينما وصف بعثته الشريفة قال عنها: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فأمارة الإيمان ودليله خلق الإنسان مع ربه ومع الناس ومع الكون كله. يعني إحنا دلوقتي لو حبينا نقول السلوك ده الذي سنقيس به هذا الإيمان نحسبه إزاي؟ نختبره إزاي؟ أولاً من علاقة العبد مع ربه، هو فيما بينه وبين ربه كيف يتلقى أوامر الله سبحانه وتعالى. سمعتم قارئ الجليل وهو يقرأ: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. يعني يقينا هذا الأمر يأتيني من الله سبحانه وتعالى، أوقن وأقر وأصدق به ثم أقوم لتنفيذ هذا الأمر دون ريبة أو شك. هو ده الإيمان، هو ده التصديق، هو ده سلوك العبد مع ربه. يثمر ذلك إخلاصا في الطاعة والعبادة. يبقى تلقى الأمر من الله سبحانه وتعالى، وقف لتنفيذ الأمر، يؤدي هذا الأمر بإخلاص، لأنه يعلم أن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه. يثمر هذا الإيمان أيضا في قلبه رضا بالله عز وجل ورضا عنه. لا يمكن أن يكون العبد مؤمنا ولا يحقق مقام الرضا في قلبه عن الله سبحانه وتعالى. أنا راضي بأوامر الله، بتعليماته، بقضائه وقدره. أستاذنا حدد لنا أركان الإيمان كما بينها نبينا صلى الله عليه وسلم. أركان الإيمان كام؟ ها؟ خمسة؟ لا. ها؟ إيه اللي خمسة؟ أركان الإيه؟ الإسلام. أركان الإيمان ست: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. من هنا يأتي الرضا، يأتي الرضا عن قدر الله سبحانه وتعالى وقدره. يعني مثلا من بيننا الآن آباء انتهى أبناؤهم من امتحانات الثانوية العامة، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع. كل واحد عنده أمل ورجاء في ابنه أن يصل إلى مكانة معينة أو إلى كلية معينة. طيب لو جاءت الأقدار بغير ما يهوى، هنا يأتي الاختبار: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ أنت هتقول أنا مؤمن ومش هيكون في ابتلاء واختبار من الله سبحانه وتعالى؟ أيها الأحباب، الحياة كلها، الحياة كلها قائمة على الابتلاء. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة، لماذا يا رب؟ ليبلوكم أيكم أحسن عمل. إذا جاءه ما لا يرضى وما لا يحب لابد أن يتقبله بصدر رحب. هو ده الرضا عن الله سبحانه وتعالى، ويكون على يقين بأن ما جاءه من الله هو الخير له ولولده. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. ثم تختم الآية بتفويض الأمر لله ولعلمه، فقال: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. رب أمر تتقيه، جر أمرا ترتضيه، ظهر المكروه منه وخفي المحبوب فيه. هو ده الإيمان، إن تأتيني
من الأقدار ما لا يوافق ما أحب. الأقدار المؤلمة، إنسان يتوفى ابنه وهو في ريعان شبابه، وبعدين يسلم الأمر لله ويسأل ربنا وهو أعلم بذلك ملائكته ماذا قال عبدي، يقولون حمدك واسترجع، يعني قال الحمد لله واسترجع، يعني قال إنا لله وإنا إليه راجعون، فيقول ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، لأن إيمانه أثر ظهر أثره في سلوكه رضا بالله سبحانه وتعالى وبقضائه وقدره. وخلي بالك لن يستشعر حلاوة الإيمان إلا من وصل لهذه الدرجة من الرضا. اسمع كلام سيدنا صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان، هو الإيمان له طعم، أيوة، يتذوقه أهل الصفوة أولياء الله وأحبابه، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هذا فيما بينه وبين ربه. وأنا هعرج على العناصر سريعا حتى يعني لا أطيل. يظهر أثر هذا الإيمان في سلوكه مع الخلق، فترى المؤمن صادق، المؤمن مش كذاب ولا غشاش ولا خائن، المؤمن إذا قال صدق، وإذا وعد أوفى، وإذا خاصم راعى الود. علشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف أهل النفاق قال: آية المنافق ثلاث، إذا حدث يبقى المؤمن ما يكذبش، وإذا وعد يبقى المؤمن ما يخلفش وعده، وإذا اؤتمن يبقى المؤمن ما يخونش، وإذا خاصم في رواية وإذا خاصم المؤمن ما يفجرش في الخصوم. الإمام الشافعي رحمه الله كان يقول: الحر يراعي وداد لحظة، حتى لو حصل بيني وبين واحد خلاف افتكر الكلام الكويس اللي حصل بيني وبين ده الايمان. ما هو الايمان تطبيق سلوك. المؤمن لا يؤذي جاره. احنا عايزين نشوف السلوك ايه اللي هنعمل بيه المعيار بتاعنا، انا مؤمن ولا لا. قال صلى الله عليه وسلم، انتوا بتصدقوا النبي صلى الله عليه وسلم من غير حلفان ولا لازم يحلف؟ الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. قال صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، ثم كرر: والله لا يؤمن، ثم كرر: والله لا يؤمن. فسألوه: من يا رسول الله؟ لا تحتاج إلى قسم، وأقسمت على هذا الأمر ثلاثة، لكنه يقسم تأكيد. قال: من لا يأمن جاره بوائقه. بوائقه دي يعني شروره، يعني أذاه، يعني ما جيش قدام جاري وحط حاجة تأذيه، يعني وانا باركن عربيتي أفكر في جار إن أنا أسيب له مكان يركن فيه عربيته، أفكر في جاري لو في حاجة هتأذيه أدفعها عنه، لو بعمل لنفسي شيء فيه منفعة أفكر في جاري إزاي أنفعه. مش من تمام الإيمان أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك؟ صح كده ولا لا؟ مش ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ الإيمان يقتضي ذلك، يقتضي أن تستر عورة جارك، ألا تذيع له سرا، وألا تكشف له سترا، وألا تعتدي له على عورة، وألا تنام شبعانا وهو بجوارك جائع وأنت تعلم. ده تمام الإيمان، ده المعيار يا سادة. الإيمان مش كلام، الإسلام مش دين كلام ولا دين تقصر إنك تروح في المسجد تصلي وتصوم وتبقى موجود في الصف الأول في صلاة الفجر وبعد كده روح أسأل عن علاقتك مع جارك لقيت بتأذيه،
أسأل عن علاقتك مع صلة الرحم بتوعك ألاقيك منقطعهم. أسأل عن الميراث اللي بينك وبين إخواتك ألاقيك أكلته. لا، الإيمان تطبيق وسلوك يظهر أثره في التعامل مع الناس. إن ما كانش ده المعيار يبقى مش هتعرف تقيس الإيمان بتاعك. الدين بتاعنا دين الإسلام، في الحديث الذي ذكره فضيلة أستاذنا الدكتور، حديث سيدنا جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم، وصف له الأمور كده بين إسلام وإيمان وإحسان. صحيح؟ الإسلام ذكر الخمس أركان، الإيمان ذكر الست أركان. جه بقى عند الدرجة الأعلى، قال له: وما الإحسان؟ سيدنا جبريل بيسأل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. جه راجل لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة. قال: كن محسن. ما هو أعلى الدرجات الإحسان، لما هتراقب ربنا سبحانه وتعالى فيما بينك وبينه، فيما بينك وبين الناس، انت نجوت، كن محسنا. فقال: كيف اعرف اني محسن؟ اديني كده معيار، اماره. قال له ايه؟ قال: سل جيرانك، شوف علاقتك بالناس ايه، شوف سلوكك مع اقرب الناس ليك ايه، فان قالوا انت مؤمن فانت مؤمن، وان قالوا انك مسيء فانت مسيء. معيار كمان اقيس به الايمان، علاقتي مع اهل بيتي ايه. شوف في حديث بديع لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا يفرق مؤمن مؤمن. يعني ايه؟ يعني الراجل لما يتعامل مع امراته ويشوف منها حاجه لا ترضيه ما يكرهاش كده على الاطلاق، ما يجيش ينسى كل الود والاحترام والعيشة والعشرة الطويلة التي كانت بينهم. إن كره منها خلقاً رضي منها آخر. يا أخي النهاردة اتأخرت عليك في تجهيز الغداء، ما تنساش إنها أيام وقفالك تعمل كذا، وقفل أولادك تعمل كذا. إن كره منها خلقاً رضي منها آخر. بس ده مين؟ مين؟ المؤمن. لأنه قال في أول الحديث إيه؟ لا يفرق مؤمن. هو ده الإيمان. لا يفرق المؤمن، يعني المؤمن ده من علامات حسن العشرة مع أهل بيته. وشوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في أول ليلة نزل عليه فيها الوحي وهو القدوة والأسوة، شوف زوجته تتكلم عنه إزاي، توصفه أهل بيتك أدرى الناس بحالك. قالت: إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدومة وتعين على نوائل. المعيار الثالث احنا قلنا سلوكه مع الله، سلوكه مع الخلق، سلوكه مع الكون كله. الكون ده كله مسخر لك تسخير دلالة وتسخير إعانة. تسخير دلالة يعني لما تبص في الكون ده تقر وتوقن وتعلم أن لهذا الكون خالق، ده تسخير دلالة. وتسخير إعانة إنك تستخدم الكون ده في طاعة الله سبحانه وتعالى وفي أداء الرسالة التي خلقك الله من أجلها. من دلائل الإيمان إنك تتعامل مع الكون ده برفق، بإحسان، إنك تتعامل مع الكون ده بمودة ورحمة، إنك ما تبقاش شايف زرع مزروع وتقطعه وتقلعه، إنك ما تبقاش شايف شارع نظيف أو مسجد نظيف وتسيء لي وتلقي فيه شيء من القذرات. نظافتك، حسن استخدامك لهذه النعم في الكون دليل على إيمانك. لو أنت عايز تعرف معيار الإيمان، عاهد نفسك فيما بينك وبين ربك، راجع نفسك فيما بينك وبين الخلق، انظر إلى حالك مع الكون، فهذا دليل الإيمان. ومن خلال هذه التعاملات يظهر
سلوك الإنسان من خلال إيمانه ويهتدى بحاله من خلال تعاملاته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا بما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. صدق الإمام الشافعي عندما قال: شكوت إلى وقيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. هذه هي مصر وهؤلاء هم علماؤها، هذه هي وزارة الأوقاف وهؤلاء هم علماؤها ومفكروها وقادتها. استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة من فضيلة العالم أحد أعلام وزارة الأوقاف ومفكريها وقادتها، فضيلة الدكتور أيمن أبو عمر وكيل وزارة الأوقاف بشؤون الدعوة، وكانت ضمن موضوعنا اليوم الإيمان وأثره في السلوك. والذي تبدأ به وزارة الأوقاف هذا الأسبوع الثقافي من مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، وذلك تحت رعاية كريمة من معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، رائد تجديد الخطاب الديني ببلادنا الحبيبة مصر. ومن حسن الطالع كما قال فضيلة العالم الدكتور أيمن أبو عمر أن يأتي هذا الأسبوع الثقافي، وتأتي بداية هذا الأسبوع الثقافي وبلادنا الحبيبة مصر تحتفل بعيد ثورة 23 من يوليو، وأيضا ونحن نحتفل بشهر الحرام ما زلنا نعيش نفحات أيامه وهو شهر للحجة، ونستقبل حجاج بيت الله الحرام العائدين من بيت الله الحرام ومن روضة حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. كان هذا من حسن الطالع. أيها الإخوة المؤمنون، المسلم إذا تمكنت العقيدة الإيمانية من نفسه انطلق يلتمس قدوته من الرسل عليهم الصلاة والسلام، ومن حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومن الصحابة الذين رباهم على يديه المصطفى صلى الله عليه وسلم، فكانوا هم النموذج الفريد من الرعين الأول. بعد كلمة عالمين من الأوقاف وجامعة الأزهر نصل بحضراتكم إلى ختام هذا اللقاء الثقافي الطيب المبارك الذي ننقله لحضراتكم من رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم يبشرنا فيقول: إن الله تعالى حليم كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. هذه هي بشارة حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي كان ينساب في أخلاق أرق من النسيم وأنضر من ماء الورد في الورد، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظم جميع خصاله، صلوا عليه وآله صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله، صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدعاء مع الابتهال هكذا علمنا حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم
ويذكرنا دائما علماؤنا في وزارة الأوقاف كيف كان حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم يتعامل مع العوام صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، ونصل بحضراتكم الآن إلى ختام هذا اللقاء الثقافي الذي ننقله لحضراتكم من مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. وهذا اللقاء كان بداية الأسبوع الثقافي الذي تنظمه وزارة الأوقاف بمسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. الآن مع الدعاء والابتهال والمبتهل الشيخ شريف عبد المنعم. سيدي يا رسول الله، يا علمتنا أن المحبة طاعة، حتى ارتقينا سلم الإيمان. صلى إن جاء
صفة حاشا وكلا حاشا حاشا وكلا فكل الحسن في طه صلوا في السماء وسلم صلوا عليه إن من خلق السماء صلى عليه في السماء وسلم وملائكة صلت عليه ومن سما وملائك صلت عليه ومن سما صلى على خير الأنام وسلم سيدنا النبي صلوا عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله يا خير مخلوق وأفضل مرسل وشفيع قوم أذنبوا وأساءوا أنوارك العظمى إذا ما أشرقت يوم القيامة فالورى سعداء هكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى هذه الأدعية والابتهالات قدمها لنا المبتهل الشيخ شريف عبد المنعم وقد كانت خير ختام لهذا اللقاء الثقافي الإيماني الذي نظمته وزارة الأوقاف ضمن الأسبوع الثقافي بمسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة تحت رعاية كريمة من رائد تجديد الخطاب الديني بمصرنا الحبيبة فضيلة معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة ولقاء اليوم كان تحت عنوان الإيمان وأثره في السلوك وحدثنا فيه العالم العلامة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله النجار الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وفضيلة العالم فضيلة الدكتور أحد قادة أعلام وزارة الأوقاف فضيلة الدكتور أيمن أبو عمر وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة وقد حضر هذا اللقاء فضيلة الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف نائباً عن معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة كما حضر اللقاء كوكبة من قادة وعلماء وزارة الأوقاف ومفكريها ومن علماء بلادنا الحبيبة مصر غدا بمشيئة الله تعالى يتجدد اللقاء مع هذا الموسم الثقافي مع هذا الأسبوع الثقافي بمسجد مولانا الإمام الحسين وأيضا بعد صلاة المغرب بمشيئة الله تعالى حتى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.